اهلا بيكم وحلقة جديدة وعمق الروح. النهاردة هنتكلم عن رجوع الهارب. الهارب مهما جري ومهما هارب لازم هيرجع. نادرا قوي لما الهارب يكون ما بيرجعش او يفضل بعيد لفترة طويلة قوي قوي قوي، يعني للأبد. الهارب مهما بعد هيرجع وبيرجع. أنا عايزك تفهم أنه لما بقول توأم الشعلة هيرجع، قلتها قبل كده بس حسيت أن هي لخبطت ناس كتير، فخليني أوضح لكم الفكرة. الهارب بيجري علشان سبب معين، في سبب بيخليه يهرب، في سبب بيخليه يجري. ولما بقول أن الهارب أكيد أكيد هيرجع تاني، ده مش معناه أن أنا بقولك أنك لازم أو أن أنت مفروض أن أنت تفضل قاعد كده ومستنيه. لا طبعا، أنت محتاج أن أنت تستفيد بكل دقيقة وكل ثانية وكل حاجة من الفرصة دي، وإلا هو هيفضل يجري على طول. حتى لو رجع لك كل مرة هيفضل يجري تاني ويهرب تاني وتالت ورابع. انت ممكن تكون فاكر كلامي قبل كده لما قلت خلي بالكم من فخ انتظار الهارب، وده بالظبط اللي انا مش عايزاك ان انت تعمله. كل ما الهارب جري، كل ما الهارب هرب، كل ما فرصك قلت في ان انت توصل للاتحاد في حياتك كلها، في عمرك كله. فإحنا محتاجين إن إحنا نفهم إزاي إن إحنا نعمل كده، إزاي إن إحنا ما نخليش الهارب كل شوية يهرب ويجري. محتاجين نفهم ده، مش محتاجين إن إحنا نقعد نستناه وبس. لأ، لازم نفهم مشاعر الهارب، ولازم نفهم أسبابه كويس جدا، وهكلمكم عنها بالتفصيل أكيد، علشان نقدر نفهم هو بيهرب وبيجري ليه كل مرة. طيب هما ليه بيجروا؟ يعني أكيد بنسأل نفسنا هو ليه كل مرة بيهرب وبيجري. الهارب زي ما قلت قبل كده كتير محتاج ان هو يشتغل على نفسه وعلى ذاته، محتاج للشفاء علشان يبقى مستعد للعلاقة الكبيرة دي المكثفة دي من جهة كل حاجة. لازم نفهم منظوره للموضوع وإحساسه، لأن لما نفهم ده هنفهم كويس قوي إن هما ما بيعملوش ده علشان يأذونا. الهارب مر زيك بالضبط بحاجات كتير قوي في حياته، بكتير جدا من الألم والمعاناة، وهو ده اللي بيخليه يجري. ممكن يكون في حياته حياة قبل كده أو حياته دلوقتي، وحياته دلوقتي في مزيج من حاجات كتير على بعضها وجروح لسه بتألمه. ولو كنا نقدر نلخص الموضوع، فهم بيجروا عشان هم مش جاهزين. هم لو كان عليهم مش عايزين يجروا، على فكرة ده اللي بيرجعهم أصلا. هم بيرجعوا ليه؟ هم بيرجعوا علشان قوة السحب بتبقى عالية جدا. قوة سحب المطارد للهارب بتبقى عالية جدا. الهارب ما بيعرفش يسيطر، بس بيحاول يجري لأنه بيتخض جامد من إن هو مش عارف يسيطر، بس هو مش جاهز لحد دلوقتي وعشان كده بيجري. بيبدو ده نوع من أنواع الجنون، إن هما عايزين يتحملوا مزيد من الاضطرابات العاطفية، لكن دي كانت دايما الطريقة اللي بتعمل بيها توأم الشعلة.
واحد يروح للشفاء العميق بينما بيعتني الآخر بنفسه حتى يحين وقت عودتهم. ده نمط بنشوفه على طول، كل شوية عمال يتكرر في العلاقة دي. وعادة مرحلة الانفصال بين توأم الشعلة بتكون معناها ان هما بحاجة للشفاء وتحقيق السلام مع الماضي بتاعهم. زي ما قلت لكم، الهارب عنده حاجات زيك وجروح عميقة من حياته في الماضي او حياته دلوقتي، او الاثنين على بعض لسه ما تشفاش منها. هما بيجروا علشان يحاولوا ان هما يأهلوا نفسهم او لإعداد نفسهم للي جاي بعد كده. بيتعلق الموضوع ده بفهم، واحيانا مش الفهم بس يا جماعة، لا، قبول حقيقة ان الحاجات دي بتحصل لسبب ما. لازم تعرفوا ان كل حاجة بتحصل ليها سبب، لازم ناخد بالنا من الموضوع ده. مفيش حاجة بتحصل من غير سبب. توأم الشعلة لما بيتجمعوا مع بعض، فده مش بس بسبب حبهم من النظرة الأولى، لكن كمان لأن هما في هناك حاجة أكتر، في لسه في حاجات لسه فيهم هتحصل أحسن، في شيء أكتر من علاقة، لا، في حاجات مستنياهم أكتر، في حاجات هيشتغلوا عليها أكتر. كم من الوقت بيحتاج الهارب ليه علشان يرجع؟ يا جماعة، من الصعب قوي تحديد وقت محدد لده، لأن في كتير قوي من العوامل اللي ممكن بتأثر على مدة مرحلة الهارب وهروبه في كل، طبعا، علاقة وكل قصة وكل حاجة ليها قصتها، ومفيش قواعد دقيقة في الموضوع ده. ممكن انه تستمر مرحلة الهروب في اي مكان من ايام لسنوات، وممكن تكون ساعات لأكتر من كده. طبعا انا بتكلم لألف من الأشخاص على رحلتهم، فاستحالة يكون في نمط أو حدود زمنية ليهم هما كلهم في نفس الوقت، يعني مش منطقي. ماشي، ساعات بيبقى في طاقات معينة وبتبقى مش برضو على كل القصص، بتبقى على ناس وناس. لو كان الانفصال ناتج عن صدمة أو موت، فده بيستغرق وقت طويل جدا علشان تلتئم جروح توأم الشعلة وتعود، على ان الموضوع بياخد وقت علشان يتغلبوا على عواطفهم. نفس الحاجة بتنطبق على الخيانات من اي نوع، يعني لو حصل خيانة برضو دي بتاخد وقت كبير علشان يرجعوا تاني. مش كل حاجة انت ممكن تتسرع فيها، حتى لما بيبقى الموضوع بسيط جدا بالنسبة ليك، لسه في هناك سبب علشان برضو الهارب يجري. فبيكون صعب قوي 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 ان انت يعني تحسب حاجة زي كده. لازم تعرف ان ده صعب، عارفة انه صعب، بس انا ما اقدرش اقولك ان الرحلة دي يعني فعلا تستاهل الاهتمام ده، والصعوبات اللي فيها بتستحق ان احنا نخوض فيها. بس بجد دي ده حقيقي فعلا عن العلاقة دي، هي علاقة قد ايه، هي علاقة حلوة جدا ومرحلة حلوة جدا، وفعلا محظوظ اللي بيعدي بيها وبيستفيد منها جدا جدا جدا، وحياته كلها فعلا بتتغير. ويا جماعة بتتغير للأحسن لو انت فعلا فعلا فهمت. كل الآلام هتروح، مرحلة الهروب ومرحلة الهارب أو المطارد
ألمها كلها هتروح بسرعة مقارنة باللي مستنيك. الحاجة المهمة مش قد إيه من الوقت بيجروا، بس محتاجين إن إحنا نركز على الحاجات الصح في الوقت ده. هيحصل على كتير جدا من فرص بس في العمر ده، وكلما انت قدرت انك تنجح في تحقيق ده بشكل اسرع، كل ما اتمكنت من ان انت تنهي المرحلة دي من الرحلة، وهي اصعب مرحلة بجد. في سؤال مهم جدا، هو دايما الهارب بيرجع؟ الجواب الهارب يا جماعة دايما بيرجع، دايما بيرجع. وفي حين ان قوة الرابطة بيك يعني بتبان ان هي مباشرة، بس لسه في هناك سبب لجاريو. انا اتكلمت كتير عن فشل توأم الشعلة قبل كده، ولسه هتكلم فيه، بس برضو ممكن ان هما يتحدوا على المدى الطويل. الطبيعي ان هما لازم هيتحدوا على المدى الطويل. الكيسز التانية دي نادرة جدا ما بتحصل. لسه في بامكانهم الفشل في الوصول للاتحاد في العمر ده، بس ده معناه انه لازم ان انت برضو تختنم كل فرصة لما يرجعوا لك. ما تكررش اخطائك تاني لما يرجعوا لك. حس بيهم بقى، حس بالدفى والامان والحضن. حاول تفهم هما جريوا ليه، وهيجروا تاني ليه. برضو خليهم هما اللي يقولوا لك هما بيجروا ليه. خليهم هما اللي يقولوا لك قد ايه انت مغناطيس بالنسبة لهم، وهم بيجروا علشان قوة السحب عندك عدت الحدود. من الواضح ان انا مش هقدر اتكلم عن توأم الشعلة الخاص بيك. انا بتكلم مع كتير قوي من الناس في الرحلة دي، وبشوف انماط كتير قوي، فانا ما اقدرش اتكلم عن توأم معين او كيس معينة. الهاربين بيرجعوا طبعا باستمرار في مراحل مختلفة من الرحلة. ده لانه توأم الشعلة اللي بتجري دي، اللي هي الهارب، دايما بيكون اسمه الهارب، بيحاول الشفاء. هما مش هيرحلوا للابد، او انهم عملوا ده فعلا، لا، دي طريقة طبيعية علشان يلاقوا فيها بعض من المساحة، وعشان يعرفوا هما محتاجين ايه، بيحتاجوا للشفاء ازاي من داخل نفسهم قبل العودة للعلاقة بشكل كامل. عشان كده لو كان بامكانك ان انت تساعدهم في ده فاعمل ده، لان ده شيء منطقي جدا. الموضوع بجد متسابلك جدا ان انت تكون جاهز ليهم لما يرجعوا لك. يا جماعة دي فرصة كبيرة جدا. الهارب لما بيهرب بيكون فعلا بدأ يتشافى، بدأ يفهم حاجات كتير جدا جدا، يعني حتى علاقته بالطرف الثالث. هو حتى لما بيجي لك وبيمشي تاني، هو بيفهم حاجات كتير قوي، وبيشوف حاجات كتير قوي ما كانش شايفها. بيشوف حاجات كتير فيك انت، فلو انت متشافي هيشوف فيك حاجات مميزات ما كانش بيشوفها كمان قبل كده. وهيرجع لما يهرب بالمرة اللي بعدها هيتشد لك اكتر واكتر واكتر. لازم تشتغل على نفسك، لازم تتشافى، لازم. الهارب هيرجع، كده كده هيرجع. بس الفكرة لما بيرجع انت بتكون جاهز لعودته ده ولا ايه؟ طيب، تسريع عودة الهاربين ازاي يا جماعة نعمل ده؟ انا سمعت كتير عن كل ده من محاولات بقى استفزازهم
بالغضب بقى، او مثلا استخدام الشهوة او الضغط على اوتار قلوبهم. شفت كتير من المحاولات الحقيقية علشان يحصل تسريع لعودة الهارب. واضح هنا وعندي دليل كبير انه مفيش طريقة لجذب الهارب، ومع ذلك في طبعا حاجات أساسية لازم تعرفها. انت لازم تصبر، لازم تبقى عندك صبر مع الهارب. حاول ان انت تفهم مشاعرهم حتى لو ده مش منطقي بالنسبة ليك دلوقتي. شارك نفسك بصدق وانفتاح حوالين اللي بيحصل في حياتك. ما تحاولش ان انت تتلاعب بيهم، ما تحاولش انك تعمل معهم كده، لان ده هيؤدي الى ان هما هيحصل لهم ارتباك اكتر ما هما مرتبكين. يعني هما اصلا متلخبطين جدا وعندهم توتر رهيب وارتباك رهيب، وده هيبطئ العملية جدا. لو كانوا بيجروا بس وهم مش بيحاولوا ان هم يلاقوا طريق للعودة، فالموضوع طبعا هنا متروك ليك تماما. لازم ان انت تكون مستعد ليهم لما يرجعوا. حافظ على قلب مفتوح من غير توقعات او مطالب في وقتهم. يعني من السهل ان انت تتوقع منهم ان هم يشوفوا اللي انت بتشوفه، وكمان ممكن بتتوقع ان هم يعني يعملوا حاجات على مستوى ما عندك توقعات ان هم المفروض يعملوا كذا وكذا وكذا، بس هم مش بيكونوا يا جماعة مدركين روحيا زيك كده، فما ينفعش تحكم عليهم كده. فبلاش تكون عندك توقعات في الوقت ده. لو احتاج الهارب لمساعدة في شفاء نفسه علشان يفتح قلبه تاني ويحس بالأمان لأنه ضعيف معاك مرة تانية، خلي بالكوا يا جماعة الهارب لما بيرجع لكم كل مرة بيبقى أضعف من المرة اللي قبلها. قدم له الدعم، خليك منفتح على إنك تساعدهم لو احتاجوا ده، بس حافظ على ان انت تكون مركز من جواك على رحلتك. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، وموضوعنا كان الهارب هيرجع هيرجع. وياريت تكونوا استفدتوا من الحلقة وفهمتوا العودة، وازاي المطارد يبقى جاهز لعودة الهارب، وازاي يسرع من الاتحاد، وازاي يبقى شخص بيساعد الهارب مش بيضغطوا اكتر ويربكوا اكتر. لو انتوا اول مرة تسمعوني وعجبكم الفيديو، ياريت تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. ايوة ثلاث حاجات، وكومنت لو عجبكم الفيديو يعني قولولي برضو. يبقى كده اربع حاجات. لو انتوا عاملين سبسكرايب ومفعلين الجرس، ياريت تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وتقولولي رأيكم برضو في الفيديو، واستنوني في الحلقات اللي جاية وتابعوني ان شاء الله. هتكلم في حاجات تانية غير توأم الشعلة، بس برضو لازم هتكلم في توأم الشعلة كل يوم علشان عندي كلام كتير قوي فيه. يا رب يكون بيفيدكم يعني، وبس كده. مع السلامة.